اليوم رح نشوف طريقه تنظيف الايديز، طريقه كثير سهله وسريعه. اول شيء نمسك الراس مثل ما شين هذا الراس، نمسك الراس من الاجر، هيدي اجره هون، نسحب الراس هيك، مشنا الراس من الاجرين، ايوه من الاجرين سحبناها، شلنا الظهر، بعدين نرجع نمسك من الاجر بنسحبها، تطلع كلياتها معدنا بخصي ولا اسهل. هلا المرحله الثانيه يلي هي بدنا نشيل نسحب المصران، بدنا نسحب المصران، مصران الايديس بيجي بالظهر من ورا، ماشي؟ خلينا نشوف المصران. خلينا نشوفها. هيا شفتوها، هيدا هو الخط، ايوه هذا هو الخط الصغير اللي بيجي بالظهر، هذا هو المصران تبعها. اكيد طبعا كلياتها هيدي حترجع تتغسل وتتنظف تتغلف، ينعمل لها ليبلينج تنحط البرادات.